في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في المجال الطبي بمعالجة كافة المشاكل، سيما مشكلة العقم وبطء الإنجاب التي باتت سهلة التحقيق في العراق من خلال وجود المراكز المتطورة المختصة في هذا المجال. وما مركز علاج العقم في مستشفى الكفيل التخصصي إلا إضافة كبيرة في هذا الاختصاص على مستوى البلاد لما حققه من نسب نجاح عالية وبأسعار رمزية. يتميز مركزنا أنه مصمم بأحدث الأجهزة وعلى طراز عالمي، يعتبر المراكز الوحيدة أو يمكن أقدر أقول المركز الوحيد بالعراق المبني ضمن الستاندرد العالمي بناء مراكز العقم. الأجهزة الموجودة بهذا المركز تعتبر من أحدث الأجهزة بهذا المجال من ناحية الحاضنات، من ناحية المجاهر. مركزنا يتميز بوجود جهاز ليزر اللي هو ساتورن 5، اللي يعتبر من أحدث أجهزة الليزر اللي يستخدم في تقشير الجنين وتحديد جسم الجنين. مركز متطور يوفر كوادر طبية مختصة وأجهزة حديثة متطورة، إذ أنه ينفرد بوجود أجهزة تفتقر إليها المراكز الأخرى المختصة، مما يجعله أفضل من أقرانه في البلاد، إذ أنه يتضمن علاج حالات مرضية عديدة بسيطة كانت أو مستعصية، مما وفر على الذين يسعون من أجل إنجاب الأطفال تكاليف السفر والعلاج والإقامة وغيرها. بالنسبة لأسعار المركز تعتبر من يعني أسعار مدعومة من قبل العتبة، يعني اتجاه العتبة تسهيل أمر المرضى بأكبر قدر ممكن. السعر الحالي هو 2,000,000 للحالة، اللي يعتبر أرخص سعر يعني لعملية أطفال أنابيب بالبلد. المركز يتضمن عمليات التلقيح الاصطناعي، عملية التلقيح المجهري، كذلك تحديد جنس الجنين، إضافة إلى عمليات ناظور الرحم وناظور البطن، عمليات فتح الأنابيب. كثير من المرضى نوبات ما يحتاج إلى عملية أطفال أنابيب، ممكن عملية ناظور ممكن تحل مشكلته. مستشفى الكفيل التخصصي التابع للعتبة العباسية المقدسة عمد ومنذ افتتاحه أن يوفر مراكز لعلاج الحالات المرضية المستعصية التي كان صعوبة عملها داخل البلاد، سيما مشكلة العقم والإنجاب، إحدى المشاكل الاجتماعية المهمة التي باتت معالجتها ممكنة من خلال مركز علاج العقم في المستشفى الذي أحدث انتقالة نوعية بالبلاد في هذا المجال.